خالتي صبرا عاملة ايه دلوقتي؟ طمنيني عليها. خالتك صبرا تعبانة، السكر طالع نازل، هي نايمة جوه في السرير. لا ألف سلام عليها. أمال الأدم أخباره ايه؟ ده بقى اللي مش عارفين أراضيه فين. احنا قلقين عليه قوي. ربنا يرجعه بالسلامة إن شاء الله ويثبت براءته عن قريب. يسمع من بقك ربنا يا رب. يا رب. وجوزك أخباره ايه وبيشتغل فين دلوقتي؟ والله كان بيشتغل سواق في ليبيا وفجأة كده استغنوا عنه، فانا اضطريت ان انا انزل اشتغل عشان اصرف على البيت. وبتكسبي كتير من شغلك ده؟ يعني باخد 700 جنيه في الشهر. طب ما تيجي تشتغلي عندي واديكي 2000. 2000 جنيه في الشهر؟ امال في السنه؟ اه طب يعني انا هشتغل ايه بالظبط؟ يعني هتساعديني تناوليني حاجه، تبقي مسؤوله عن لبسي كده يعني. اصل البنت اللبسه اللي كانت عندي طلعت حراميه فطردتها، وطبعا مش هلاقي امان منك تكون جنبي. والله يا لولو انا ما عارفه اقول لك ايه. عموما فكري وردي علي. افكر ده ايه؟ لا طبعا موافقه، على الاقل يعني هترحم من لفه طول النهار على اللي يسوى اللي ما يسواش. الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك يا بنتي. طمني أخباره إيه؟ تمام. وصلت آدم لغاية المزرعة وجبت له كل طلباته. طب بابا أنا عايزة أكلمه وأطمن عليه. خلاص يا ست اتفضلي. خدي كلميه عشان تطمني. ألو. ايوه يا ادم، ازيك؟ عامل ايه دلوقتي؟ كويس؟ طب الحمد لله. على فكره هنا بخير، طمن عليها، بقت كويسه. لا انا بعت لها واحده صاحبتي طمنت عليها وقالت لي. ممكن اطلب منك طلب يا ادم؟ حاول ما تفكرش النهارده وترتاح شويه، وانا هاجي لك بكره اغير لك على الجرح. لا ما تحاولش، هاجي يعني هاجي، انا مش ناقصه جرحك يتلوث ولا يجرى لك حاجه تانية. يا سيدي انا راحتي في كده، لو سمحت سيبني اعمل اللي انا هرتاح فيه. لا مش هتتعبني. عايز حاجه تانية؟ طب خلي بالك من نفسك يا ادم، تصبح على خير. ها خلاص طمنت يا ستي؟ ايوه. أنا ممكن أسألك سؤال؟ تفضل يا بابا. هو آدم ده يعتبر إيه بالنسبة لك؟ يعني يعني هل هو مجرد إنسان عمل فيك معروف وعايزة تردهوله، ولا الظروف والضغوط اللي حواليك خلتك تحس ناحيته بحاجة تانية؟ حاجة تانية ازاي؟ زي انك يعني تكون حبتي. يتحب طبعا لجدعنته وشهامته واخلاقه، وانا ما انكرش اني حبيته، بس زي اخويا بالظبط يا بابا مش اكتر. طمن يا بابا، انا عارفة حدودي كويس. ده غير ان انا ما حبيتش ولا عمري احب غير جوه، بس ده ما يمنعش اني احب في ادم جدعنته وشهامته. ما تنساش ان انا ما كنتش لاقيه الحاجات دي، وكنت ناويه هاجر واسيب البلد بسببهم، من كتر ما كنت حاسه انهم ما بقوش موجودين خلاص. ويمكن اكون حبيته عشان حاجه تانيه. انا شفت مع ادم لحظه امان بجد ما اشوفهاش غير من اخويا. طبعا طبعا طبعا. الو، ايوه دكتور امير، ازيك؟
اخبارك ايه؟ كنت عايزه اعدي عليك في العياده. ميرسي قوي، بس وحياتك في اسرع وقت ممكن. متشكره، باي. ولا اللي بيقش الله 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 كده بقى ايه بقى دورين. الله حي التالت جاي، الله حي التالت جاي. والله العظيم كده شكلك بتغش. ده انت اللي غشيم. يا غشيم ايه وزفت ايه؟ عبدو يا عبدو. اوه عنز ناس بتاع النسوان بقى اللي يجيب الفقا. ايوه يا سامي. ايوه حبيبتي انا جاي اهو. ايه ايه يا سامية بس؟ في ايه اللي خلاك تجيلي لحد القهوة هنا؟ هو انت ايه يا راجل؟ ما وراكش شغل ولا مشغلة غير قعدك على القهوة طول النهار والليل؟ الله، وانا هعمل ايه بس يا سامية؟ ما البلد كلها حالها واقف، لا شغل ولا مشغلة، ما انت عارفة. ما تنزل تشتغل يا اخويا، ولا شغل هيجيلك لحد عندك، والله حتى لو جالك لحد عندك هيلاقيك نايم لحد العصر. واصحى اعمل ايه؟ ما انت طول النهار في شغلك، وسايباني في البيت قاعد شايل ابنك على كتفي ووشي في وش امي. والله لو ده اللي مضايقك انا خلاص من بكره هبطل شغلانه النهار دي وهشتغل بالليل. ليه بقى يا اختي؟ ان شاء الله هتشتغلي بالليل. هتشتغلي رقاصه؟ لا وانت الصادق، هسيب شغلي واروح اشتغل مع لولس الرقاصه. الله الله الله، ده انت بعد كده هتحلو معاكي وهتزهزق وتقبضي دنانير وريالات. اخس عليك، هو ده كل اللي همك بدل ما تقولي اقعدي وانا اللي انزل اشتغل؟ ليه ده كده بس يا ساميه؟ بكره تعدل ان شاء الله. بقول لك ايه، يدك بقى على 20 جنيه. يا نهار اسود، انت خلصت الفلوس اللي انا اديتها لك امبارح؟ خلصتهم واستلفت فيهم كمان. وانا هكفيك منين كل يوم 20 جنيه يوم والتاني؟ بدل ما انت اللي تصرف عليا انا وابنك. اوه ما قلت لك بكره تتعدل وتزهزه ان شاء الله. يلا بقى ايه، خلينا نسدد ديوني. فوضت الامر فيك يا صاحب الامر. حسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخ روح منك لله. ليه دي الجنان ازاي؟ امير انا علاقتي انا وسيف ما بقتش زي الاول. وايه اللي اتغير فيها؟ حاسه اننا بقينا بعيده قوي عن بعض، كل واحد فينا بقى عايش في عالم لوحده. ده غير انه بقى عنيف قوي معايا، وطبعا بيهمني بسبب مشاغله الكتير، وفي نفس الوقت بيغير عليا درجه بقت بتخنقني. انا اسف في السؤال ده سهام، انتوا ليه ما خلفتوش لغايه دلوقتي؟ في مشاكل في الخلفة. عندكم انتوا الاثنين؟ لا عندهم. انا كده ممكن جدا اكون فهمت ايه سبب اللي انت بتحكيه ده كله. طب قول لي يا امير، قول لي فهمت ايه وريحني. بص يا سهام، سيف ممكن جدا يكون عنده حالة تردد شديدة من ناحيتك، يعني ساعة بيبقى حاسس من ناحيتك بتأنيب ضمير لأنه مش قادر يحقق لك أمنيتك في الخلفة، ساعة تانية ممكن يكون بيحبك فيها وبيحبك بجنون لأنه خايف إنه يفقدك، وساعة تالتة بيحس إنه بيكرهك لأنك بتفكريه بعجزه. عندك حق، عشان كده أنا بقيت عايشة في جحيم. أنا خلاص تعبت نفسيا أمير. أنا بقيت أشرب حشيش. حشيش؟ معقولة يا سهام؟ تطلعي نفسك من مشكلة فتوقعي نفسك في مشكلة أكبر منها؟ أعمل إيه يا أمير؟ أعمل إيه؟ أنا تعبت بجد، تعبت وما بقتش لاقي حل لمشاكلي. ولعلمك بقى أنا عمري ما حسست يوم بعجزه وعمري ما ضغطت عليه. يا سهام دي حاجة مش بإيديه، دي حاجة بتاعت ربنا، أنت لازم تعذريه. عذراء، والله العظيم عذراء، بس أعمل إيه؟ أول حاجة لازم تعمليها إنك تهدي، وتاني حاجة لازم تقربي منه يا سهام، لازم تحسسي سيف إن أنت بتحبيه زي زمان، إن ما كانش أكتر من زمان كمان. قولي لي يا سهام، أنتوا مفيش مناسبة حلوة كده هتحتفلوا بيها مع بعض قريب؟ عيد ميلاد الأسبوع الجاي. هايل. بص يا سهام،
انا عايزه تجهزي حفله محدش يحضرها غير انتوا الاثنين، وانا متاكد ان التوتر اللي بينكم هيبتدي يدوب. ثانيه واحده. ايوه سيف الحديدي. طيب خليه يتفضل. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ كريم نورت العيادة يا سيدي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك كده؟ سهام؟ انت بتعملي ايه هنا؟ اصلي سهام بتعمل ايه هنا يا امير؟ يا سيف في ايه مالك؟ سهام جاية تزورني في العيادة، أول مرة بتيجي تزورني زي ما أنت أول مرة بتيجي تزورني دلوقتي. بقول لك ايه بقى يا سهام؟ ابو السيوف ده بقى حبيبي، انا مش هينفع اخبي عليه السر اكتر من كده. سر ايه؟ انت هتلعبوا بيا الكوره؟ سهام هنا بتعمل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا سيدي. انت عيد ميلادك الاسبوع الجاي وسهام جت عشان تعزمني وطلبت مني ان احنا نعمل لك سربرايز بارتي. عيد ميلادي سربرايز بارتي؟ اه ما عزمتوش ليه في تليفوني هنا؟ عن اذنكم استني هنا. راح فين؟ مروحه البيت. ايدي. استنيني تحت في العربيه، السواق تحت، ثلاث دقايق ونزل لك. اتفضلي. بالنسبة بقى لموضوع عيد الميلاد ده، أنا مش مقتنع بالكلام ده كله. لينا كلام بعدين. خلينا في الشغل. إيه اللي وداك لأهل آدم عبد الحي؟ آدم ده حالة من ضمن حالات كتير قوي متبنيها منظمة حقوق الإنسان اللي أنا بشتغل فيها، ولا أنت نسيت يا سيف؟ ومنظمة حقوق الإنسان دي ما قالتلكش إن البت اللي اتضربت قدامك على السلم ووديتها المستشفى تبقى حبيبة آدم عبد الحي؟ معرفش سيف، انا صدقني اول مره اسمع حالا دلوقتي. امير التستر على مجرم جريمه مش سهله، وانا شخصيا مش هنفعل فيها. انت بتشك فيا ولا ايه يا سيف؟ انا اشك في صوابعي. امير خد بالك من نفسك اليومين دول، لانك بدات تهرتل واحنا ما بنحبش الهرتله. وبالنسبه بقى لموضوع عيد ميلادي، وانت بالصحه والسلامه يا صاحبي. سلام.